لا نهاية للحراك الثوري السلمي في البحرين، فلا ارتفاع وتيرة الاعتقالات ولا ارتفاع نسبة التصعيد الأمني ضد هذا الشعب المسالم سيوقف الثورة أو سيجعل هذا الشعب يتراجع يوما. لا يوجد نقطة نهاية لهذا الحراك الثوري، سنستمر وترقب المزيد من الأبداع الثوري السلمي لشباب المعارضة في البحرين، وترقب المزيد من التصعيد الشعبي السلمي في البحرين، مزيد من المسيرات، مزيد من التظاهرات، مزيد من الفعاليات، مزيد من صوت الشعب الذي سيعلو وسيتصاعد حتى نحقق المطالب في نهاية المسار. هذه المطالب الشعبية التي لا تختلف عن أي مطالب أخرى في بلد حر، يطالب بالديمقراطية، يطالب بالتحول من الدكتاتورية إلى الديمقراطية. مطالبنا واضحة وستبقى واضحة، نطالب بحكومة منتخبة، نطالب أن لا تكون عائلة واحدة هي التي تهيمن على السلطة في البحرين، نطالب ببرلمان كامل الصلاحيات، بدوائر عادلة، الصوت يكون للشعب وفقط للشعب. هكذا نريد لهذه الثورة أن تستمر وستستمر. لا نتحدث عن أدبيات اليوم حتى نضخ الأمل من جديد لهذا الشعب، وإنما هي الحقيقة. هذا الشعب بعد كل الانتهاكات التي حدثت وبعد كل الجراحات التي نزفت من هذا الشعب من شهداء وجرحى ومعتقلين ومفصولين ومن انتهاكات إنسانية يندى لها الجبين، هو الذي يقول كلمته بأنه لن يتراجع ولن يتنازل ولن يتوقف حتى تحقيق المطالب.